التركيز اللي احنا بنقوم بممارسة مثلا لعبة كرة القدم بها هي ليست عكازات رياضية بامتياز، وإنما هي عكازات فقط للمشي، ونحن نقوم بممارسة الرياضة بها، ويشكل هذا خطر كبير على اللاعبين. ونتمنى إن شاء الله رب العالمين أن يتوفر لدينا في المستقبل الأدوات الرياضية التي تساعد والتي تكون ملائمة لممارسة مثل هذه الرياضات. يكمن الهدف في دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الأنشطة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز مفهوم أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص منتجين أسوة بباقي المجتمع، وكذلك لتسليط الضوء عليهم وعلى قدراتهم لدى الجهات الحكومية والمؤسسات لمزيد من الدعم لهذه الفئة داخل قطاع غزة.